FM. الكلمة ليك. ضيوفنا بالنسبة لي علي الترابلسي نبيه بن عمور. صباح شبتكم الاولاد. صباح خير. صباح انت حقا من جماعة الماتينال اخويا. انت جماعة الماتينال وفي بالك دنيا الليل تو؟ توا الليل بالحق ولا دنيا الليل؟ بعد شقا نفتر خاطر انا نثبت عليك من بوم صباح. انا هذه الماتينال الاولى نتاعي معناتها الماتينال الثانية مع 6 نتاع الصباح. 6 نتاع الصباح باهي الثانية هذيك. باش نحكيو اليوم على خلينا نقولوا نجوم ياسين للعام هذايا الكاميرا الخفية نتاعنا ومتاع التاسعة دوك نتاعنا ومتاع التاسعة نتاعنا تعدى في التاسعة تتعدى في التاسعة بيان سور. احنا باش نعملوا كيما بعض القنوات نستدعوا نتاعنا ويجيو بحذانا دونك باش نحكيو جماعتنا رجعنا فازتنا بيقنا في زيتنا وفي الفازات الاولاد. اول تجربة خلينا نقولوا تلفزية بالنسبة بون مش لولا بالنسبة لك انت لكن في الكونتكست هذا نتاع كاميرا خفية وبلاتو كي معاك تحكي مع لي نحكي مع لي ونحكي معاك انت زادة ككاميرا خفية ما شاركتش قبل في كاميرا خفية ما خدمتش لا ما شاركتش قبل في كاميرا خفية مي خدمت تلزة في حنبال ان 2008 حتى كشي 2010 وسي جميل نجار ثابت على ذلك هكا سي جميل ولا وجيت كان عملت كاستينج في نجوم الليل وما قبلتنيش نذكرك بالحكاية والباف اللي يعدي هو كذلك نعم لا وانا لا لا هو كذلك نعم فهمت لا نحب ساعة نحكم صحة شريبتكم الناس الكل يسمعوا فينا على الغاديو كاب اف ام والكيب نتاعنا وانا فرحان برشا لان بحذاكم بعد دورة على الوسائل الاعلام الدولية والمحلية شبيك عملتك ما بوصل فيفا فزيد وبرا لعبنا مليح خوي كورنا مليح لكن انا غالف فهمتني النتيجة كانت عند سيجما كونسي لكن سافا مع تلعبنا مليح وكنا على مستوى اللحظة أعطتكم حقكم سيجما كونسي؟ هاني قلت لك عدنا ما أعطتنيش حقنا سيجما كونسي أما فايدة في اللعب مش النتيجة صاحبي فايدة في اللعب مش كيف جات الفكرة متاع الكاميرا الخفية ذي؟ شكون اقترح عليكم كيفاش بديت؟ ديمو بلوس يعني شركة الانتاج هذه المخرج عمر الشريف هو اللي اقترح على الفكرة هذه بون اختار لي كيب الكل من كاب اف ام نبيل عبير صابر صابر سنة ساعة الحكاية راهو قوية على الاخر ومبعد قوية على الاخر مشينا في السيناريو فوغ انا جاي ادور غير السيناريو انا ذاك دخلت قلك شنو صار كيما بوليس احنا كنا في على راحتنا نخدموا في الماتينال بتاعنا قاعدين مستركشين في الحمامات انا كنت في الولايه زاد وقتها ما عندي حتى مشكل انت من في الولايه ما عند ربي ديجا معنا موجود غادي بروديكتريس تقول لي عندك غدوة مهمه في البحيره يا بنتي شنو هي المهمه ما حبش تقول لي يا بنتي وين ماشيين ما حبش تقول لي يا ولدي شنو هي الحكايه قعدت ليله كامل وانا نخمم في الحكايه زعما مش يخطفونا مش حاولونا الوجه نتاعنا وكذا دخلت لقيت باتيمون دخلت الباتيمون نلقى جماعه في يدهم اوراق وستيلوات وواحد من غادي يشد كاميرا يا ولدي شفما نلقى سانفرا من غادي يعمل يخي يضيف معانا هذا ولا جديد ولا شنو يخدم في الماتينال معناها في الماتينال ما فيهم شيء معناها فهمت وانا فاش ماشي نعمل تونس وهو اش يعمل سي علي حدك حد ولا اثنين خدم هنا سورتي راه يعني ماشي لتونس وقالوا لي باش تبرف على حاجه جديده شنو اخي انا مسنس نبرف فما حاجه قديمه برفتها وعلى رمضان شنو نبرف على رمضان ما فهمت شيء فهمتش الحقيقه بصراحه معناتها كانت العمليه غامضه جدا من بعد هيك توضحت الحكايه قالوا لي باش تقعد توا قدام الميكرو وباش تنشط عادي وجاني واحد سيستم نعرفوش يبدا غزل لي من بعيد يعمل لي باهي شنو اللي باهي قلت له قعدت نعمل قلت له سامحني شنو محلك من العراب انا قال لي لا اسمعني انت كمل نشط نقول لك علاش دونك فسروا لنا الفكره المخرج عمر معاه مساعد المخرج زبير جلاسي كيف حسام الساحلي اللي كان حاضر معاهم وكان يعني برمي العباد اللي عنده الفكره واللي حرصت انه نمشيو في الفكره هذه وبالسيناريو هذاك سورتو السيناريو متوقع اليوم في تونس يعني نجم يصير وسورتو الاحتجاجات اللي تعيشها تونس رامي تفضل تحب تسال باهي لا حبيت كما جاوبتوا اللي العمل تعرض على كابا فيم يعني مش على علي طرابلسي او نبيل بن عمر او حسام الساحلي العمل الاول كان الماتينال كابا فيم بما انه بوليتيك ديزانفيتي لي جيو من وزن ثقيل خلينا نقولوا هكا ولا نبيل يا ودي حلق جبت صحيح وهي زادة فرصة وهي فرصة ذهبية ليك نبيل لا مش ليش تخلني نكمل ذهبية الكاب اف ام نكمل سؤال يعيشك اي كاب اف ام هي درابو نتاعنا اي لا متفاهمين بعدين كنت نجي واحنا مش مشكل متفاهمين ولكن ما ننساوش فرصة ليك انت نبيل باش ترجع للتلفزة بعد غياب طويل تجربة كانت ناجحة قبل في حنا بعد انا على الاقل كنت نتبع كانت فاشلة الحق انا كنت راها ناجحه اي بي انت بالنسبه لك فاشله
تجربة أولى في بداية في بداية في بداية واحد يقدم حاجة نحكيو على روبة بريتني سبيرس ولا من بعد هي ذاك اللي على مجموعة التجارب وكان مش هذاك كان مش هذاك نبيل بن عمر مش على المستوى من توا هي فتحت لي الباب صراحة للإعلام ما حبيتش نكر للجميل لا ولا هلا بالعكس أنا ماش نكر الجميل لكن جميلة وبحذان جميلة وبحذان يعرف معناتها كوم ديبي كانت تجربة حلوة في قناة حنا باع من وقتها حتى شلت توا ما عملتش تجربة تلفزية كومي الفو لكن رجعت ل 2017 للتلزا كيكه معناتها من غير سابق انذار كيكه طول معناتها بدون استئذان ولكن فرصه ذهبيه ليك تنجم تراجعك للتلفز لكن كانت مسؤوليه خاطر انا نحمل معناتها درابو نتاع كابافيم وراهو مش ساهل انك تظهر في التلفزه وانك تقنع الناس وانه معناتها السياسيين يجيوك الماتينال وتحكي معهم على اساس انت في الماتينال البوليتيك وتطيحهم في الكاميرا كشيء هذه حاجه مش سهله حتى تعرف ما هي تقميره هي تقميره كبيره بون تقميره هي خاسر ولا رابح من التقمير افونتور تقعد افونتور فمش خاسر ولا رابح في الدومين نتاعنا فما تجربة. عندك ضيوف عندهم ثقه فيك يجيو ماشي في باله ضيف يلقى روحه ضحيه من بعد ايه مش ضحيه سامحني رامي مش ضحيه خاطر الضيف اللي يجي للكاميرا كشي ويعيش التجربه هذيك هو ضحيه يعني ما نجمش يكون ضحيه علاش خاطر ثم ميساج باش يخرج من بعد من الكاميرا كشي هذيك بغض النظر على الميساج ولكن هو الضحيه راهو الكاميرا كشي اللي يتفرجوا فيها العباد توا في قناه التاسعه راهي ترتقي انه نجم يكون مشهد درامي اكثر منه كاميرا كشي علاش خاطر ثم معناتها ثم تصويره تخرج على البلاد وثم ميساج يخرج من عند الانفيتي كل سواء في البوليتيك انت جبت كان على البوليتيك عليه ثم فنانين داير اليوم زهيره بن عمار ممثله كبيره وحلقه ممتازه برشا خوفتني الحلقه ثم يعني خوفتني على الاخر تو نرجعوا بعد الحلقات اللي خوفوك انا قدامي دجا عمر شريف من غادي ثم برشا ناس ربحت من الكاميرا كاشيه هذيا وظهرت يعني في تصويره مزيانه قدام الشعب سورتو جماعه هي مغامره على خاطر شكل مختلف للكاميرا كاشيه فكره جديده كنا في فكره روف كوكا وغيره الكاميرا كاشيه اللي تضحك من بعد جات توندونس نتاع الخوف والرعب لهنا نعريو الحقيقه ونشوفوا الانسان بالكونتر ثم حلقات اخرين باش تتعدى والا الفنان فيهم يعني رد فعل من نوع اخر الإنسانية مهمة برشا الناس تحب تشوف الشخص هذاك مش كسياسي أو هذاك هو جوهر يعني كيفاش يتصرف المساج نتاع المغامرة خطيرة برشا لأنه فريق كابوتشينو نجم يخسر مجموعة من الضيوف اللي عندهم ثقة فيه ويجي الكابوتشينو باش يعبر على رأيه ما تصورش الناس كلها عندها الضيف يدخل له كاميرا كاشيرة وكل شيء كاو بعد توفى ثم الحكاية يقبل من غدوة يجي لا سوفي الضيف تدخل له كاميرا كاشيرة رأي الحكاية توفى غاديكا وداير معناتها نسبة 99% من الضيوف كلهم خرجوا يضحكوا كلهم خرجوا فرحانين من الكاميرا كاشي 1% اللي تغشش ورفض كونه تتعدى الحلقة ثم شكون وجو زاد وجه اعلامي مش باش نسمي خاطر ما تسمى في حتى ميديا مش نسمي انا اليوم وجه اعلامي ما نجمش نسمي ومانيش باش نسمي ما نحرقوش الكاميرا كاشي ننفي قول يا ولدي كاب في ما ذي خير اجنبيه قول يا ولدي قول شنو ممكن السؤال اللي كان انه ياسين نجم تكون موقف كيفاش؟ وحلا فيه تقول ما يخدمش قال يقول انت قال له هو ما يعرفش قال له شنو تقول اخي راديو اجنبي بعد تقول هو قال لكن قايد العباد الصبور عرفتوا وجه سياسي الفض انه الحلقه نتاعو تتعدى يعني اثنين تو وجه سياسي وجه اعلامي وجه سياسي دونك اثنين مش واحد اثنين باهي تجربة مهمة برشا ولكن ظلمت الناس كل تشكر في الكاميرا كاشيه الناس الكل بارتو تقريبا فما اجماع على خاطر عمل يستحق المشاهدة خرج بينا على المعتاد البرمجة ظلمت ولكن ظلمت ولا البرمجة ظلمتها صحيح علاش ظلمت نبيل في الوقت نبيل شو يقول لك قلبه معبي نبيل من إدارة القناة ممكن من حكايه نسب المشاهده نتاع حسن الزرقوني ممكن اسئله مطروحه لكن هات نبداو بالحاجه نبداو بالقناه هو المتعارف عليه بدات الحكايه معناتها في وقت واحد اللي هو مباشره بعد اللي هو بعد شقان الفتره ومن بعديك تاخرت بعد الماسك من بعد 9:15 انا خايفه باش تولي مع القران في ولا مع الاذان نتاع الامساك ظلمت على خاطر الاولاد هما اولاد الكاب مش اولاد التاسعه لا لانه معناتها الكاميرا كشي ما فيهاش برشا تهريج نتاع الحق العربي يعني حتى التاسعه اي ولكن اولاد التاسعه تبجلوا اولاد التاسعه في التاسعه تبجلوا بارابور اولاد الكاب جست نحب نكمل معلومه الكاميرا كاشي تاع ياسين هي ماهيش كاميرا ما فيش استسهال نتاع الفخ ما فيهاش معناتها ابتزال ما فيهاش تهريج هذا موجود في الماسك ما نعرفش ما قلت لك نحكي على البرودوي نتاعنا ما نحكيش على البرودوي نتاع موجود نقول لك موجود علي قوقل موجود يعني قلت لك ما نعرفش ممكنش نزيدك حاجه اخرى بتتر على الكلام اللي تقول فيها وتكمل على كلامك نجم تكون ياسين اليوم تتسمى اكثر موقف محرج اكثر من كاميرا خفيه
لا خاطر هما فما الفرق بين كاميرا كاشي نتاع ماسك وياسين ماسك معتمد على المواطن العادي البسيط اللي ما عنده حتى علاقه بال والشعبي خاصه ما شفناش محامين ما شفناش لا فماش فما مواطن مصدمه نتاع مواطن ياسين يحكي الحلقه الاولى شخصيات وطنيه معناتها شخصيات وطنيه معروفه عندها ديريكسيون من صالح الحلقه الاولى كنت محامي نحكيوا على الماسك الماسك كي نحكيوا على الماسك متجه المواطن يعني الضحيه ولكن المواطن في طبقه معينه شعبيه معينه ما شفناش مثلا استاذ انا الحق ما قنعتنيش كاميرا كشيء الماسك ما تفرجتش في حاجه نتنجم ما ثماش اضافه ظلم بالنسبه لي كان بلسي الماسك تكون موجوده هي الاولى بعد شقا فتر وياسين تكون في اخر اخر برمجه التاسعه مش ظلم الكلمه كبيره خاطر ظلم لكن كانت نجم تكون خير برشا لو كانت مبرمجه في وقت الماسك هنا نعرف لهذا ما كانش الاتفاق من الاول كانت بعد شقا فتر والله هي كيكا عند المخرج وشركه الانتاج ممكن الكونترات عندهم هما ما احنا التفاصيل هذه ما نجهلوه حقيقه ما نعرفوش شنو الاتفاق اللي كان ما نعرفوش وقتاش بالضبط كانت باش تتعدى اللي نعرفه اللي كانت مباشره بعد الاذان مباشره بعد الاذان ينجم حتى نص الليل معناتها راح حكايه من الاذان اخر داير اليوم مثل التصبيح لا هو سيتان فو بروبليم عندي انا اي انت فاعل في العمل مش حق تسال علاش كان في الوقت الفلاني علاش تبدل مش حتى منتج عمل كونتراتو مع تلزا يحكم عليها الوقت هذا علاش يحكم ولكن يسال على الاقل وياخذ اجوبه لا ما يجيبش حتى اجابه خاطر يعمل يعطيها وبعد هي تعدي وقت تحبي اما انت علاش قلت ظلم سؤالك علاش قلت ظلم على خاطر كي نشوفوا بعض نسب المشاهده بالنسبه لشركات صبر الاراء وما حتى على اليوتيوب نسب المشاهده نحكيو تحكي في برشا رامي شوف فوالا هذيك سالتك علاش تقول يعني ظلم على خاطر برودوي باهي بالحق معناتها علاش دخلت انا توا حبيت نحكي شويه مثالش على ياسين خاطر حتى في الكواليس في باليش حتى الاولاد جايين قلت لهم احسن حاجه تفرجت فيها السنه هي ياسين بالرسمي سيناريو عالمي سيناريو ممتاز وتشوف بالرسمي اقوى ممثل ما نجمش يمثل اللي هو هكاكه تشوف في حاجات نتاع التونسي عنده في وسطه البطل هذاك يحب يخرج بطل وتحسهم هكا فما عباد يحبوا يخرجوا هما الاخر لي سبونتاني فهمتني حلقه سيسمو شيخت عليها على الاخر جعفر اللي يغني اللي يغني شريف علوي شريف علوي لا لا مش شريف علوي الاخر اللي غني الدلاجي الدلاجي نتاع يا ودي شبيك يا ودي فهمتني غير متوقع غير متوقع ومن طون سبونتاني على الاخر على الاخر عبيد داخت عبيد كذا تشوف بالرسمي التونسي بالحق بالرسمي تشوف التونسي الرياكسيون نتاعو صحيحه كي يشوف خوه التونسي الغيور على بلاده الغيور على بلاده بالرسمي على ولد بلاده لهنا شفنا جماعه من السياسيين من مختلف الانماط اللي من الجبهه واللي من اليمين اللي من اليسار لي جورناليست كيف فنانين اللي ما يتفقوش مع بعضهم اما كلهم اتفقوا في حاجه بركه لو ميساج اللي كنت تحكي عليه قبليك ياسر امبورتون اللي هو نو كلها كانت كونتر الحكايه هذه وبالرسمي كانوا كونتر كان واحد اخر يقول لك انا شو مدخلني بار كونتر ثم موجود جميل ثم شكون ما حبش يفاوض صحيح مازالوا حلقات باش تعدى وثم شكون ما يحبش يفاوض من الاحزاب الحاكمه والفاعله في البلاد اليوم شفت فوالا نبيل كان يلمح ديما من نهض ما نحكيوش على كاميرا كاشيه لهنا بالرسمي مش قاعدين نحكيو على كاميرا كاشيه نحكيو على حاجه انسانيه 100% انسانيه سيناريو مستحيل كان فما عبد ينجم يشك فما حتى مرجع ولا لحظه لحظه تصور 36 حلقه جميل ولا حد صحيح حتى واحد ما فاق هي كاميرا كاشيه احنا بالرسمي نعرفوه الناس كل تعرف نبيل بن عمر اللي هو منشط الناس كل تعرف حسام السياح اللي يخدم في كاب اف ام فهمتني وليزيماج اللي جات في فرانس 24 اللي الشوا نتاع فرانس 24 اللي تري امبورتون ياسر كي اللي مخدوم على التفاصيل الكل هذا الكل كلامك جميل لا الصور الجايه من الولايه هذا الصور نتاع الولايه سعدي تقتل بالضحك هذاك علاش نقول الظلمه ثاني على خاطر كي تشوف البروفي هذاك تتوقع نجاح اكبر برشا نجاوب مسالش شكون قال لك مش ياخذ النجاح الاكبر جوست ما خاطر نبيل حساب المشاهده راه موضوع اور سوجي تعرف علاش خاطر اليوم نحكيو على ما عادش برايم تايم الاول فما برايم تايم ثاني وثالث بالتلفزه يعني مش كان بعد شقة الفتر فما مع ال11 ومع ماضي ساعة وساعتين لسه تتبع التلفزة وتعاود الرديف واحد اثنين عندك ديجيتال فيسبوك واليوتيوب مكسر الدنيا ونجم الكل يتفرجوا في البرامج مع انت حكيت هذه نسب المشاهدة هذه في عادة شيخ خطاب نومر دي فيو محترم في عادة شيخ خطاب حتى بن عمارة وقت اللي كنا عنا كان تلزة واحدة معنا الفيسبوك حبيت الانترنت. نقول نبيل في لحظة بركة الرضا على الماتير على البرودوي هذي متفقين فيه ولكن البرودوي هذايا استهلكوه توانسة تفرجوا فيه كيما يلزم خلينا نكمل تفرجوا فيه كيما يلزم او بالكم الكافي
جو ديفلوب شوي. ناخذ باغ اكزومبل باش نعمل سيجما سيجما كاب اف ام ولا سيجما رام. فهمت؟ مش بالعاني مش بالعاني تاخذ تليفون تست تليفون الو عسلام مرحبا بيك معك نانانا كونسي اش تفرجت البارح انت؟ والله يقول تفرجت في البرنامج تبع خضر شنو في القناه الفلانيه ومسلسل في القناه الفلانيه. اي تفرجت كيفاش؟ تفرجت في التلفزه؟ تفرجت في اليوتيوب؟ في الفيسبوك؟ شنو المعيار نتاع انها عجبها العمل ولا لا؟ ما هذوما المعايير نتاع الاحتساب الستاتستيك والنسب. مو هذا هو معناتها مشكلة يعني بالنسبه ليك العمل كما يلزم العمل التلفزه كما يلزم بالنسبه ليك، ولكن شركات صبر الاراء هي اللي ظلمت. مشكلة التلفزه معيار، التلفزه معيار برمي اوتر، معناتها عندنا يوتيوب وعندنا الفيسبوك. يعني تقول انت اليوم ممكن ياسين محقق نسبه مشاهده كبيره على اليوتيوب اكثر من التلفزه، والا اليوم تظلم ياسين وخليت الناس ممكن تفرج فيه على اليوتيوب؟ باهي باش نجاوب انا. طيب. مالك بحمكم كلمة تظلم انتم تقول كلمة تظلم راهي كلمة كبيرة برشا. أي. عمل ما تظلمش العمل. انت حاب اجابة من عندك. نبيل قال تظلم مع هما سألوني في الزيتونة. سألوني باش نقول لك علاش؟ باش نقول لك علاش؟ أول مرة ما تظلمش ما تظلمش نبيل قلت ولا؟ ما كنتش تظلم ممكن ثم سوء اختيار في ممكن ثم سوء اختيار في توقيت البرمجة أو اختيار بريء. سوء الاختيار بريء. مانيش انا في اداره البرمجه نتاع القناه بس علي علي، لكن هاني نقول لك انا البرودوي مزيان برشا تفرجوا فيه العباد نال رضا برشا عباد ثم يعني حتى نقاد باه علي. نحب انا الحكايه اللي حكيتها توا نحب نحكيهم بعد شويه اكثر تفاصيل بعد اخبار هذا شنو اسمه. تحية كبيرة للمستمعين الكل اسمو فينا على فريكونس نتاعنا وعلى كاب راديو بونتين اون ستريمينغ لايف. ضيوفنا بحذنا اليوم باش نكملوا نحكيوا على كاميرا كاشي ياسين او موقف محرج ياسين احسن برشا من هكا خاطرها دراما نجموا نشوفوها اليوم في تلفزتنا. صحيح الغطاء نتاع انه باش تكون كاميرا كاشي، ولكن هي الحقيقة انه موقف محرج راهو فيه لبعض الوجوه الاعلامية والسياسية وحتى الرياضية وغيره من الناس الموجودة. نبيل حلو الميكرو ايش دقيقه صبر دقيقه صبر صبر هذا اللي يجي 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 فعلين في الشدرة بالكدا صبر بعفيف من الناس اللي بالحق خدمة المراكز الأساسية اللي كاميرا كاشي اي خطر اللعبة فيها برشا جسبيل بعد الاحتراز عرفت بعد الاحتراز انا كلمت رامي قلت له رامي راني والله مثل صابر في الكاميرا كاشي انا كانت عندي دوزيام باختي مثل مليح وصدقني القول من بعد من اي تخي بيان باش نرجع نشد بلاصتي اوكي هكا عندك باختي دو علي بك قصيت على تسلسل افكارك تسلسل افكارك وسلسله افكارك اللي كنت تحكي فيها بكري شويه. حكينا على انه كاميرا كاشي ياسين ما نحبوش نقولوا تظلم، ولكن هذا هو الفيرب اللي قاعدين نستعملوا فيه بعد رؤيه نسب المشاهده اللي قاعده تخرج من شركات خلينا نقول ومؤسسات صبر الاراء. اليوم في تقييمك اللي كنتي، هل انه كاميرا كاشي ياسين عامه في التوقيت في الماتير في اللوديمات في السبونسور في اللي غيره في لي زانونسور وغيره من هذا كل ظلمت ولا؟ بالنسبه لل اولا خليني نحكي ساعه على باش نعقب جوست هذه معناتها في كلمتين على الشركات تاع صبر الاراء قاعدين يظلموا مش كان في كاميرا كاشي ياسين يظلموا برشا ديجا في اعمال اخرين اعمال دراميه دي سيت كوم اخرين قاعدين يتعداوا على برشا يعني تلافز في تونس وهذا الناس كل تحكي فيه يظلم مش انا باش نزيد نحكي فيه. الاهم عليك علامه نحبك تقولها توا ظهرت شهر رمضان كونه فما لعبه كبيره قبل الاراء ولكن مش على طول العام سياسيا على الاقل في البلاد هذه غلطوا برشا ناس واعلاميا قاعدين يقتلوا في برشا مؤسسات اعلاميه دونك اي صحيح كلامك صحيح مش كان في شهر رمضان ظلمت شركات صبر الاراء ظلموا قبل وعيب عليهم صحيح هذوكم الاولانيين عيب عليهم اكذب لين كذبت ولا حقيقه صحيح دايور ثم المفاجآت اللي صارت في انتخابات 2011 ولابروف اللي شركات صبر الاراء في تونس ما نعرفش كيفاش تخدم وقت اللي العارضه الشعبيه جات الثانيه في تونس مغربي. وما توقع حتى واحد وحتى شركه صبر الاراء في تونس انه العارضه الشعبيه وقت تجي الثانيه أي. كان ذاك الكف الاول خليني نقول شركات صبر الاراء ومن بعد بداوا التوانسه الكل يفهموا الحقيقه ويظهر لي رمضان السنه اكبر دليل وفهموا توانسه حقيقه شركه صبر الاراء هذه. بالنسبه لكاميرا كاشي ياسين كلمه ظلمت كلمه كبيره برشا شو نجم نعطيوها كفعل؟ ممكن ثم سوء اختيار توقيت وقتاش تتعدى الكاميرا كاشي هذا بريء سوء الاختيار لكن ثم كلمه ظلم وقتاش وين بالضبط ظلمت اعلاميا علاش؟ بمعنى؟ ظلمت اعلاميا ثم برشا اعداء نجاح في تونس وجوه اعلاميه كبيره خدموا كان في بعضهم
ويستدعوا كان بعضهم ويستضيفوا كان بعضهم كيما شكون دونك ثم برشا برشا يعني عديد في التلفز في الاذاعات برتو حتى في البريسكريت راه انا جورناليست ونعرف واش قاعد نقول ونعرف واش قاعد نحكي ثم عديد الكاميرا كاش ياسين ظلمت اعلاميا ما نعرفش علاش لكن ثم كما قلت نأكد أنه ثم برشا أعداء نجاح في تونس ظلموا الكاميرا كاشية تجرؤ عليه تسميهم العالم العمل ذي تجرؤ تسميهم نجرؤ نسميهم أي خاطر نقولوا فما كيكة في الهواء ما تكفيش من يجرؤ فقط في عطلة سمير روفي مشاهد حتى طويل فقط سؤال بسيط كملوا معك نبيل علي في نفس الفكرة قلت فما سوء اختيار في التوقيت بريء سوء الاختيار هذايا هاني قلت لك من نعرف فما دراسات تتعمل على الضوء هي باش نبدلوا في البروغراماسيون ماهوش العمل ماهوش العمل الوحيد اللي تبدل التوقيت نتاعو ما تشوفش اللي فيها برشا ما خفت الخاطر ما خفت الخاطر برشا ماهوش العمل الوحيد اللي تبدل التوقيت نتاعو كاميرا كاشي ياسين اول نهار في رمضان كانت تتعدى 8 غير 4 ثم كانت تتعدى 8 ودرجين ومن بعد تقلب حتى بوليس التوقيت نتاعو تبدل كيف كيف الفلاش باك تبدل الماسك تبدل معناتها برشا اعمال تبدل التوقيت نتاعها ممكن خاطر صدمه صبر الاراء في الايامات الاولى نتاع رمضان خليت سورتو هذيك عجبتني على الاخر لورلا الضحك ستملين تفرجوا في مسلسل في ليله معناتها تصور انت باهي تقعد باهي انت فما شقوق في ياسين في ياسين بيد علي ونبيل فما شقوق معناها نشوف الليكيب الكل مثلا علي طرابلسي ما شفناكش ضيف في حتى برنامج في رمضان رغم اللي انت فاعل علي ما نعرفش بار اكزومبل خليني نقول على مسؤوليتي في جوهره مثلا شفنا اللي عندهم ادوار ثانويه موجودين في البلاتو نجم نحكي لك على جوهره انا جيتك لك انت علاش قلت جوهره عندك تجربه ولو انه نبيل كليما خاطر هو قال لي خاطر علي ما شفناكش في حتى وسيله الاعلام تتوجه لي الدعوه نمشي اي ما توجهتليش الدعوه ثم زوز اذاعات اذاعه خاصه واذاعه عموميه وجهوا لي الدعوه الاذاعه الخاصه ما زلت مش نمشي يعني في القريب اذاعه عموميه تعديت فيها وحكيت معناها دور اساسي وحكيت لكن هاني قلت لك انا تتوجه لي الدعوه نمشي ومرحبا بالناس كله ماني انا اعلامي ولد الدومين نبيل في جوهره شفنا مع احترامي معناها اللي قدموا الادوار الثانويه موجودين وانت ماكش موجود في جوست قبل ما نمشيو خبر عاجل جانا عاجل مش ثم شيء لا ما تخافش مش علي التردد في قدام موجود لا موجود خبر عاجل ثم شركه سبر اراء اسمها كوانتيليكس اللي تخرج في نسب المشاهده وعندنا بعض الارقام موجوده قدام مثلا كاميرا كاشي ياسين موجوده قداش بنسبه 90.5 بالمية دونك اهلا وسهلا 90 لا لا هذيك تو دو ساتيسفاكسيون ساتيسفاكسيون تو دو ساتيسفاكسيون هذوما عباد يعملوا اعطيهم انت سي جميلة لا هذوما يعطيو نسب المشاهدة نتاع بارابور قداش من واحد يتفرج ويعطيو تو دو ساتيسفاكسيون واهم من هذا الكل يعطيو زاد الاعمار عباد شكون يتفرج هذه والبينتراسيون زاد هذه مهمة برشا اللي تنجم تهم المستشهر مثلا انا كي نعمل السيبل نتاعو فين فوالا للصغار ماذا بين الحاجات لي فام نسى فوالا شنو دونك بربي الماسك شنو هو ترونش داج نتاعو تقرانا بلا جميل انا نقرا لك اولاد مفيد الاولاني باكثر من زوز ملايين و500 معناتها خاطر فما لي شيء دنيا اخرى ثاني في الزوز ملايين كيف بوليس 4.0 الثالث مليون و700 حاجه كيكا فلاش باك الرابع الدوام الخامس والماسك واحد ثلاثة أربعة خمسة الماسك السادس الحجامة السابعة وياسين الثامن لو بلوز امبورتون في هذا الكل التو دو ساتيسفاكسيون من العباد اللي تتفرج نسبة 90.5% نسبة الرضا اكزاكتومون فما حاجات في السبعين ولكن نسمع حاجات هكا كي نسمع حاجات هكا معقول بالحق معقول سالتني هكا نجم انا نصدق معناتها هكا نحط ولاد مفيد الاول دنيا اخرى الثاني معقول معقول بوليس 4.0 الثالث فلاش باك الرابع فيو اللي عنده بوبليك نتاعو من عمناول دوامة الخامس مسلسل محترم محترم عمل محترم ماسك السادس خاطر فما ابيتود تاع العباد اللي زادت تتفرج كاميرا كاشي مع شغال فتر مع البريكا وسورتو في صحيح مع البريكا عنده الجمهور نتاعو
وياسين في المرتبة الثامنة بعد ما معقول تصور المرتبة الثانية معقول وسورتو كنقارنوا بين التاسعة ديالك ملك والله جميل تنجم تاخذ بلاصة حسن زرقوني في لا لا مش انا مش عليك في الازرق والله ما اكبس شوية تحسه لا لا مش واعطي هم والله قلت انا قلتها ديجا كان تخرج شركة أخرى وتعطي التو كما قراها جميل توا يظهر لي خير علاش خاطر باش تقير باش تصير مقارنه ويلسو في صارت مقارنه بين شركه وشركه اخرى وثم يعني ديكالاج كبير ما بيناتهم ولي تطرح انت نقاط استفهام وتحاول تبع الحقيقه نرجع لنبيل ومهمه برشا ما فهمتش شنو اللي صار نبيل وانا نعرف اللي كنت في جوهر فهم نلقاو كاميرا ياسين موجوده بشخصيات مع احترامي ولكن ثانويه ماهيش كيما البطوله بي قبل جوهر فهم نحب نقطه نتاع الصبر الاراء والستاتيك تعليق شوف ايش نقول لك النظره السوداويه نتاع احنا مظلومين وظلمنا ونلعب دور الضحيه واحنا ما كيفنا حد واحنا احسن كاميرا كاشي في تونس شوف ايش نقول راهو اليوم نحكيو على اون ديزاين نتاع قنوات تلفزيه وبرشا برامج تلفزيه رمضانيه البلا معبي برشا التونسي مهمش ما يعرفش شنو يتبع بالضبط ولكن الاقوى يا خبايب لا هاو جايك مش حكيت اقوى اما معناتها التونسي اليوم مش باش يقعد لك معناتها مسلسل كامل تفرج فيه نجم يبدل زابي يمشي للبرنامج الفلاني بعدك دور للبرنامج الثاني عندك ترونش نتاع الوقت ممكن في الوقت هذاك تكون ما عرفش انا برنامج ماهوش محطوط في نسب المشاهده لكن هو اعلى مشاهده شوف ايش اقول لك نسبه الاستماع والمشاهده ماهيش معيار راهو نسبيه على الاخر على الاخر على الاخر وماهيش معيار لقيمه العمل بالضبط هذا يظهر لي اجماع نرجع للجوهر الجوهر افهم باهي جوهر افهم انا بصراحه نشكر ساعه ساعه الاذاعات من اللي صار لا نشكر الاذاعات الخاصه الكبيره اللي استدعوني كيف فما تلفز استدعوني نشكرهم برشا وهذوما تلفز ما والاذاعات ما خدمتش فيهم لكن دغيز المشكل دغيز انه اذاعه كنت تخدم فيها ما نحبش نحكي توا على الكوزينه انترن كيما جوهره مثلا جوهره فيم نحب نحيي ساعه لاصدقائي اللي غادي في جوهره فيم لكن وقت اللي يجيني خبر يقولوا لي راهو تم منعك من دخول جوهره فيم باش تحضر تحكي على هو من الاول غير مرغوب في حضورك او تم منعك ما هو شنو هو مرغوب ولا زوز غير مرغوب هو منع ادى الى المنع يعني مش تفرق انت منعتني من الحضور منعتني من الحضور باش نحكي على برنامج لو مالي فيه انت كانك مهني وعندك ما تلومش على زملائك اللي مشاو كان انت عندك في المهنيه ما تلومش على زملائك اللي مشاو لا لا لازم اشوف مصلحه البرنامج برنامج واحد مصلحه البرنامج فوق مصلحتي انا والمصالح الشخصيه اما نحكي على روحي مش نحكي على البرنامج انا غضتني وقت اللي انا عملت تجربه في جوهر فام وخرجت بالمعروف في الاخر يقولوا والله لا يجينا تعليمات فلان الفلاني ما يدخلش ما يحضرش انا غضتك من جوهره ما غضتكش من زملائك لا كمان انت تمك بليك تحب تعمل في الشقوق انت في الكيف لا والله نسأل لا 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 بالعكس يعني حضرت انا في قناه التلفزيون العربي وعملت حوار معاهم من غير ما جاسم فرا ولا سعد زيدان او زيتونه عيطولي ما نعرفش مش مشكلة اشخاص هي راهو حتى اذا عاد دعيت ولكن ما تحضرش على خاطر عندك التزامات صابر يمشي القناه الفنيه يعني ما تحضرش على خاطر عندك التزامات حاجه او ما تحضرش على خاطر غير مرغوب فيك حاجه اخرى ولا غير مرغوب في شخص معين بما انه عنده سيوبك معها اي حاجه اخرى مهنيا حاجه اخرى نحكي شويه مهنيه بروفيسيونيل ما تجيش اي فوالا نو في الورتاني وقت تعارك مع موزايك وكي هو يكون طرف في مشكل يكلمه بالتليفون ما لقيناك هو متعارك معاهم راهو ما يجيش انت عمل لي كلون وعمل لي بلاك ليست انت في الاذاعه سامحني مش هذه المهنيه نتاع راديوات انت تنجم العرف تكون انت متعارك معاه تنجم عندك ريسبونسابل متعارك معاه لكن الاذاعه مش من شخصنا في عرف او ريسبونسابل الاذاعه هي ذات معنويه عندها جمهورها مؤسسه الإدارة عن التحرير هذه من اهم المبادئ هي ملك جمهورها انت بنعت الجمهور باش ياخذ معلومه فهمت قصدي انا نفهم هذا لومك الكل ولكن مش مشكله شخصيه اللوم على الزملاء اذا كان فما لوم ما فماش على خاطر زملائنا في البرنامج في العمل على خاطر فرق بين التزاماتك تمنعك باش ما تحضرش وفرق بانه من الاول غير مرغوب في حضورك دونك انا نقول لك بما انه زميلي غير ما مرحب به حتى انا ما نجيش ما فماش لوم يا ولدي لازم مصلحه العمل قبل مصلحه الاشخاص هما مشاو لمصلحه العمل انا مش مشكلتي ما من مال عادي اما انا قلت لك عندي غيظ من نوع خاص شخصي علي انت مش تعليقا على جوهره فهم ونبيل بن عمر ما تجيش حقيقة ما تجيش كان جيت في بلاصتو ما تجيش متفاهمين فيها ولكن انا نرجع ديما للجانب الزملاء
لا 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 ما ثم شوف الزملاء راهم ماشيين باش يحكيوا على الكاميرا كاشيه باش يحكيوا على البرنامج يعني على اللي قاعد يتعدى ولا العمل اللي قاعد يتعدى في التلفزه الحاجه اللي صارت مع نبيل عيب كبير ويظهر لي كان في تونس تصير الحكايه هذه ثم بلاك ليست في كل مؤسسه وممنوع على فلان ما يدخلش خاطر يظهر لي كان في تونس بالحق تصير وتصير برشا داير في تونس كان مش كان حتى في جوهر فهم نتصور راهي صارت في برشا اذاعات اخرين حكايات كيما هكا نتصور راهي صارت خاطر وديجا صارت كويزين انترن اكيد جدا كويزين انترن نتاع برشا ومؤسسات عالميه نحب نعاود نذكر انا نعاود نحب نقول راهو ثم اعداء نجاح اليوم في تونس نحب نسميها مرض عند برشا موجوعين الاثنين شفت شويه على فيسبوك من اعداء النجاح موجوعين اعداء النجاح للعمل مش لعلي طرابلسي ونبيل بن عمر اعداء النجاح للعمل راني نحكي والعمل شكون يقدموا الاشخاص ما قدموش كان علي طرابلسي ونبيل بن عمر ثم شركه انتاج ورانا ثم مخرج ثم كيب كامله يعني في العمل هذا بون باش ما ندخلوش ياسر في الديتاي خاطر دخلنا في سيركل باش نقعدوا نعاودوا نفس الحكايه جوست ابار ياسين حسب رايك انت علي طرابلسي انا هو احسن عمل رمضاني ترى فلاش باك فلاش باك نبيل بوليس 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 حلاوي بوليس اقوى الاعمال رمضانيه عمل رمضاني ما عجبكش برشا ما نقولوش خايب ما عجبكش برشا دنيا اخرى دنيا اخرى دنيا اخرى يعجبني برشا لكن ما عجبنيش حتى مش مقبول اللي شيء اللي قاعد يحصل فيه انا يعجبك بمعنى شنو اللي ما عجبكش فيه دنيا اخرى يعجب الدنيا اخرى ك مضمون ممكن يقريب برشا للناس ولل ويدخل ديار الناس في ساعه وما عادش بالاعمار الكل ترونج داج الكل لكن اللي هبلني واللي فددني واللي برشا عنف برشا عنف برشا كفوف امان برشا امان عنف. انا نشوف سامحني ولد اختي يتفرج في دنيا اخرى عمره قديش؟ عمره 9 سنين 8 9 سنين 10 سنين شو يعمل؟ يقلد يضرب الاخر بكف يجي يضرب اخته بكف ليه بحق؟ لكن يقول لك تلفزه ماهيش مدرسه اما سامحني سيترو نتاع برشا عنف في السنه في رمضان لازم تكون مدرسه كفوف ولكن هي بالاساس ماهيش مدرسه هي ماده ترفيهيه هي صحيح ماكش نفس البرنامج نتاع ايتود البكالور نكمل نكمل المعلومه جوست معناتها النماذج اللي مطلعينها في البرنامج التلفزيوني كيما مسلسلات وسيت كوم كيما ولاد مفيده وكيما دينا اخرى معناتها ولات النماذج معناتها سلبيه معترف بها معناتها انت اليوم تولي راجل بينظفرين اذا كان تعمل له شم ما كانش تولي ما عادش ولد مفيده واللي ما عادش انت محبوب في وسط انتوراجك ما عادش مشكور في وسط انتوراجك طحنا في بياج البطل اللي ما يزموش يكون هكاك بالنسبه لولد مفيده يعني البطل يكون تشوبه برشا ويكون محبوب ولكن يكون قاعده ولد مفيده 100% اساءه المراه التونسيه 100% باهي في دقيقه الاولاد ما عادش عندنا توقيت خليك كلمه ختام علي فرحان بالتجربه اللي عملتها في اول تجربه وما كنتش نصور روحي نهار باش نمثل مش نهار ومثلت فيه ما مثلت في الولايه مثلت في الولايه مثلت في مهنتي باش تكون فما تجربه اخرى ما نعرفش وما نجمش نحكم نقول ثم تجربه اخرى ولا لا خاطر جات تجربه ونجحت والحمد لله يا ربي وخلي الناس هي اللي تقيم نبيل جوست بلا ذاكل ابار التجربه لانه اترافير التجربه هذه نجم نراو باب جديد نبي بن عمر في التلفزه التجربه وتعديت ان شاء الله ممكن تجي تجربه اخرى ممكن ما تجيش دونك مغامره عملناها مع بعضنا الناس الكل ان شاء الله تكون نجحت عملنا الماكسيموم باش تنجح ختمنا بالكدا عليها ليكيب الكل كيما صابر كيما علي كيما حسام كيما سانفارا كيما عبير كيما الناس الكل اللي خدمت على شركه الانتاج البرودوي هذا ديمو بلوس عمر الشريف فادي ادريس نحب نقول حاجه بركه فيما يخصني انا ما انا مش مستانس نحكي برشا على مشاكلي الشخصيه او مشاكلي مع مؤسسات اخرى انا من برشا انه النجاح هو احسن انتقام واضح اكاهو علي نبيل يعطيكم الصحه تلقاو نبيل كل يوم في الكابوتشينو من 6 حتى 10 نتاع الصباح علي تلقاو برشا في الولايه الكل دونك نجمو تلقاو ميرسي بوكو الفهم اللي كنت معنا بالنسبه اليوم صابر اللي كان معنا زاد في التصوير من نجوم ياسين زاد هو السيد هذاك اللي من تالي يعمل فيهم رامي يعطيك الصحه اللي كنت معنا اليوم يفضلك مالك ميرسي ليكيب الكل شكرا لكم الاولاد منورينا وان شاء الله التجارب هذيا علاش لا تتواصل بالنسبه للجمعه هذيا قفلناها مالك ملتقانا باش يكون ان شاء الله نهار الاثنين نرجعوا فيها ولاد كاب نشكروا اكيد ضيوفنا الكل جميل نجاح اللي كان نورنا واللي اللي التحقوا بينا تو ما فاتهم شيء لقوا الفيديو الكل بيان سور على الباج فيسبوك باج راديو كابا فام كابا فام الكلمه ليك